وأقسمت عليكم بالله، ألم يقم رسول الله بأمر من الله بإغلاق منازلكم وترك منزلي أنا مفتوحا؟ وقد اعترضتم كلكم على ذلك، ألم يقل أيضا أنا لم أغلق منازلكم ولم أفتح باب منزلي علي؟ بل إن الله هو من أغلق منازلكم وترك منزل علي مفتوحا. أقسمت عليكم بالله، هل يوجد فيما بينكم شخص غيري؟ قد قال فيه رسول الله في يوم الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم أحب من أحب عليا وعاد من عداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. كلامك صحيح يا علي، لا والله، كل هذا هو لك فقط. أيها الإخوة والأخوات، قفوا جميعا في أماكنكم ولا تتحركوا. أعلم أن الشمس حارقة والكل يعاني، ولكن رسول الله سيوجه إلينا جميعا خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا. أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق. الله أكبر، الله أكبر، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي.
ألم تسمع من رسول الله مرارا حين كان يقول: أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي أبدا؟